لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو محتاجين حاجات جديدة اكتبوها لنا تحت في الكومنتات واحنا هنعمل عنها فيديوهات قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. وحشتوني طبعا، وحشتوني جدا، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا 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 يا رب. هنعمل دلوقتي نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونقول هنعمل ايه. هنعمل دلوقتي هنقلي السمك مع بعض بطريقه كنتاكي. يعني هنقليه طريقه كده قلت فكرت فيها وانا نايمه، كنت اكلته قبل كده في مطعم كبير قوي، فقلت هنعمل السمك النهارده نقليه مع بعض بطريقه كنتاكي. انا محتاجه سمكتين او السمك اللي عندك يعني زي ما انت عايزه. انا محتاجه سمك ومحتاجه بيض، واللي انا هحطه هنا فوق السمك او على البيض اللي انا هقلب فيه السمك، عندي بابريكا حاره وملح وبابريكا حلوه وعندي كمون فقط لا غير. وهنعمل جنبه كده صوص، هنضرب دول كله في الكبه كده، هنعمل صوص بيتاكل مع المشاوي او مع الاسماك او مع اي حاجه مقرمشه كده تتاكل. نبدا على بركه الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف بقى هنبدا نعمل ايه. بس انا بفكركم الاول بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وبشكر كل اللي شرفوني جديد في القناه، ربنا يخليكم ويبارك لي فيكم يا رب. بشكركم على كل التعليقات الايجابيه اللي انا بسمعها، ميرسي ليكم وربنا يخليكم ليا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا البيض بتاعنا، وهنحط هنا التوابل من اللي احنا قلنا عليها، كمون والبابريكا حاره وحلوه، وهنحط الملح كده اهو، وهنقلب كويس قوي. وبعد ما قلبت البيض هاجي بقى هنا امسك السمكيه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم واشرطها كده كده حتت رفيعه. طبعا انا حطيت الزيت على النار علشان يسخن، لان لازم الحاجه دي بتنزل في زيت سخن. انا لازم اشرح السمكيه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده اهي، وجي من الناحيه التانيه برضو. وجبت بقى من التوابل بتاعتنا، هنحطها على الدقيق ونقلبه بس كده. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بالسمك بتاعي هنا كله كده في البيض اللي انا عملته، وادخل البيض فيه من جواه كده مكان الشرط اللي انا عملتها بالسكين اهي، علشان طعم التوابل والبيض والسمك يقرمش، وطعم التوابل والبيض تدخل من جوه السمكية نفسها بعد انا ما شرطتها كده. وهنزل بيها على الدقيق، بس لازم اعملها في البيض كويس قوي. وهنزل بيها على الدقيق، واخد التانية برضو نفسها كده بالظبط اهي، بالظبط هي اهي. اخد البيض احطه جوه بايدي كده اهي، اصفيها بقى وانزل على الدقيق بتاعي. ليه انا حطيت ورق ابيض كده او اي حته عندي قديمه او اي حاجه، حته نظيفه بتاعت المطبخ، بس مش فوط مطبخ طبعا، لا اي ورق اي حته، علشان زيت السمك لما بيطلع بيطرطش جامد، فانا يعني ده حريه شخصيه يعني، فاحط الحته كده، ومش دايما ساعات بنسى طبعا، فافتكرت عشان لسه ماسحه البوتاجاز من شويه. هنحط بقى السمك بتاعنا، هندخل فيه الدقيق كله كده اهو، هنقلبه عادي زي ما بنعمل السمك العادي.
الصوص اللي احنا هنعمله. الصوص اللي احنا هنعمله، انا عندي الكبه او المطحنه بتاعتي انا لسه طحنه فيها فلفل وبعدين كمون وحاجات كده، فهاخد طعمهم بقى. يعني هحط شطه اهي، شطه بس الصوص ده بيبقى حامي شويه اهي. حطيت شطه خضراء، هحط شطه حمراء اهي، وهحط ثوم كتير اهي، وعندي برضو شطه فلفل بارد هحطه، وهخلي الليمون في الاخر هقول لكم هنعمل بيه ايه. بس ايه اللي احنا هنضيفه بقى هنا؟ مش احنا عندنا دايما لما نيجي ننضف الفجل او الجرجير او اي خضار عندنا، احنا بنقطع كتير منا، بيقطع العيدان بتاعته اللي فوق او الراس بتاعته لما تبقى صغيره نقطعها ونرميها ونخلي نكتفي بيه الخضره بتاعتنا كده. لا، اللي احنا هنرميه ده احنا هنحطه هنا، هيديني طعم حلو جدا، وفي نفس الوقت هيديني فايده خطيره جدا 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 اهو، سواء راس صغيره سواء العيدان اللي احنا، بصوا ده جرجير كمان، يعني جرجير وبقدونس وكزبره، مش شرط بقى يبقى عندي بقدونس وكزبره بس، لا حتى لو بصل اخضر، البصل الاخضر كمان انا مش متوفر عندي دلوقتي، بس خطير جدا جدا. وهقلبهم مع الصوص، هضرب كله ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. خطير، حاجه وهم كده. هننزل بقى هناخد منه حبه كده ونشيل الباقي علشان اللي هياكل تاني يعمل تاني. هاخد شويه ملح وكمون كده، وهجيب الليمون بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهعصر عليه ليمونتين كبار حلوين كده. وهاخد بق ميه كده اهو، خطير جدا خطير جدا جدا جدا. العشاق الناس اللي بتحب الحاجه الحاره. وادي السمك وادي الصوص. اجمل حاجه، اللي اجمل من السمك واللي اجمل من الخس هو ده، رائع 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 رائع. ده بيتاكل مع المشاوي بيبقى خطير، او مع الاسماك اللي بالطريقه دي بيبقى حلو جدا. هاخد كده شريحه من اللي احنا مجزلينه، خطير جدا جدا. جربوا الطريقه دي واكيد اكيد اكيد هتعجبكم جدا جدا. يعني الطبق ده وافي وكافي ان هو وجبه من غير رز حتى او بعيش او من غير عيش، زي ما هو كده الاخضر والسمك والصوص بتاعنا حلو جدا. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وبفكركم تاني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وانا بحبكم جدا، بحبكم قوي قوي قوي، وبشكركم تاني وتالت ورابع، وهفضل اشكركم طول عمري. سلام عليكم.